السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الطلاب المميزين والطلاب الاذكياء الطلاب الشطار، ان شاء الله الصحه والسعاده واعلى المعدلات ورافعين رؤوسنا ورؤوس اهلكم، معدلات عاليه، اعفاءات مميزه، النجاح الدائم. وموضوعنا اليوم هو سهل وبسيط، قواعد اضافه ايدي الى الفعل. الفعل بطبيعته مضارع مصدر، اذا اضيف ايدي الى الفعل يصير ماضي. هذا الموضوع يخص جميع المراحل، سادس اول ثاني ثالث رابع خامس سادس، كل المراحل وبالحياة اليومية استخدامه. يعني اذا تتحول الفعل من مضارع الى ماضي، مو تجي مباشرة تضيف ايدي وتحول، لا، اكو قواعد تمشي عليها. هن ثلاث قواعد سهلات وبسيطات تمشي عليها، نضيف ايدي الى الفعل يتحول من مضارع الى ماضي، واكو افعال شاذة ما تخضع لهاي القاعدة. تمام، الافعال الشاذة تنحفظ حفظ، موجودة على الجوجل، موجودة على اليوتيوب، موجودة بكل مكان تدور لها تلقاها. هذا نيج حفظ كامل. شلون اضيف ايدي للفعل؟ change صارت changed. اذا انتهى الفعل بالحرف اي فقط اضيف دي. بالافعال القياسية، بالافعال القياسية، لان الفعل اضيف له ايدي تحول من مضارع الى ماضي تسمى افعال قياسية. زين، stop عندك change انتهت بالإيدي صارت changed، بس ضف الدي لأن انتهت بالإي، بس أضيف دي، ما يحتاج أضيف إيدي. شوف stop انتهت بحرف صحيح قبلها حرف علة. إذا انتهى الفعل بحرف صحيح قبله حرف علة أضاعف الحرف الصحيح، زين، وأضيف إيدي. أضاعف الحرف الصحيح وأضيف إيدي. شنو حروف العلة؟ I E O U A، هذن الخمس حروف هن حروف العلة. من أشوف إن قبل الأخير وأشوف بعدها حرف صحيح أضاعف الحرف الصحيح وأضيف إيدي، ما عدا فعلياً اللي هن open opened listen listened. هذن الفعلين شواذ، ما أقدر أضاعف الحرف الصحيح وأضيف لهم، ما أقدر أضاعف الحرف الصحيح. القاعدة الثالثة study، الفعل ينتهي بالحرف واي، ستد كراي ينتهي بالحرف واي. اذا انتهى الفعل عندك بالحرف واي يقلب الى اي وبعدين اضيف ايدي، يقلب الى اي وبعدين اضيف ايدي. اذا انتهى الحرف واي يقلب الى اي واضيف ايدي، ستدي ستديد، كراي كرايد. لكن عندك الفعل بلاي منتهي بالحرف اي بس ما يقلب، هذا شاذ ينحفظ. يعني هسه عندك ثلاث افعال شاذه، open opened listen listened play played، هذني بالافعال القياسيه شاذات خارج عن القاعده. ظلت عندك الشغله الرابعه، الافعال الشاذه هذه تحفظ، تحفظهن تحفظهن حفظ حفظ حفظ. مثلا عندك كلمه رايت، هذا فعل شاذ تسمى، ما اقدر اقول رايتد غلط، لازم شي يصير؟ يصير روت. تمام؟ رايت روت. مثلا عندك كلمة سبيك، شو تصير؟ سبوك إلى آخره، باي بوت كم كم كيم إلى آخره من الأفعال الشاذة. هذا نيش الأفعال الشاذة ينحفظن، ما أضيف إيدي لهم. ليش تسمى شاذات؟ لان ما اقدر اضيف لين ايدي، يتغير الفعل كامل، لذلك تسمى شواذ. اما البقيه غير ذنيش الشواذ تقدر تضيف لين ايدي وتسمى افعال قياسيه. هذا كل ما يتعلق بموضوع قواعد اضافه ايدي الى الفعل لكل المراحل الدراسيه وتفيدنا بحياتنا اليوميه. اشوفكم فيديو ثاني في امان الله.